بص على الحلاوه اللي في الفرن. الله ده كده بقى ده الفلفل التراسيه مع انك قايل لك فكرني يا رامي الفلفل. اه احنا كده هنعمل بيه سلطه. ده الفلفل المشوي جواته ان احنا نطلعه بالفرن عشان لينا شغل فيه. لو الريحه كمان عظيمه. زعتر، فلفل اشوي، فلفل ملون، ثوم، بصل. هي الالوان بقى اللي بتكلم عنها. دي في كتير يحبوا اللحم المفروم اكتر من اللحم الهبر. نعمل مع بعض دلوقتي السلطه السريعه دي كده. مكوناتها استاذ رحاب، مكونات بتاعتنا فلفل مشوي، سبته على جنب لغايه لما يبرد. خدت التركايه اللي هو البيون اللي نزل منه حطيته على الفول. هاخد انا الفلفل ده كله يا رامي. بص ده كله هنا اهو في قلب الخلاط. السلطه دي لطيفه قوي اهي. فلفل المشوي مع البصل مع الثوم، فصوص ثوم سليمه، فلفل يتقطع، بصل يتقطع، كل ده مع بعضه. حلو قوي. اللهم صل على النبي. بنعمل ايه يا عم رامي؟ بناخد شويه نعناع اخضر برضو عشان يعمل العب طحينه. الله طحينه. شفت الحلاوه والشقاوه؟ طبعا المقبلات ده يغنيك انك تشتري ترش. خلاص شكرا. ده طحينه. انا ده يغنيني عن اي حاجه. ايوه خد التركيه اللي جايه، شويه زيت زيتون. الله اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عصير ليمون. وقول اشتغل يا خلاط. اشتغل يا خلاط. والمقادير على الشاشه. سلطه سريعه، ولكن السلطه دي طبعا مشهوره جدا في المطبخ وفيها كل المكونات. ايوه التونسي، الجزائري، المغربي. ده عصير ليمون اهو. مش هنحط ملح. ليه يا عم رامي؟ لان احنا حاطين ملح في البدايه. والفلفل اصلا موجود فيه برضه. ونقلب دول كده مع بعض. يلا مع السلامة. خلص الكلام. الله. بس خلاص هي ضربة واحدة. ناخد كل ده مع بعضه ونحطه هنا كده. شايف الشقاوة؟ شايف الشقاوة؟ شايف الروعة. كل معلقة من دول. هي اللي يعرف الطعم ده والدتك دلوقتي. بالظبط. لأن هي شاطرة في المطبخ، وأنا عرفت من تفاصيلها إن هي بتحب المطبخ قوي. ربنا يخليها لك يا رب. جدا. هي بتاخد، هي الصراحة يعني يمكن الفرق شوية إن هي بتاخد وقت. بس تعمل حاجة قوية جدا. وحاجة اللي بنستناها كلنا. حلو. أحلى أكل فعلا من إيد والدتي. لكن ربنا يخليها لك. أنا عرفت إن ممكن تعمل أحلى أكلات. في وقت قليل. وكمان بمكونات جميلة وبسيطة كده.